اهلا بكم استنكر مجلس رؤساء كنائس الاردن الخطوات الاسرائيليه الاحاديه وذلك في اعقاب موافقه المحكمه الاسرائيليه الاستيلاء على املاك تابعه للكنيسه الارثوذكسيه في البلده القديمه بالقدس لمستوطنين متطرفين واكد المجلس في بيانه على موقفه الحازم برفض كل قرار يؤسس لمرحله من الظلم على الاراضي المقدسه لافتاً إلى أنه ما زال ينظر بعين القلق العميق إلى مخططات وقرارات الاحتلال التي تبتز كافة القوانين والأعراف والأخلاقيات الدولية والعالمية وتضرب بها عرض الحائط. وجدد المجلس نداءه لقوى العالم بالتدخل السريع لإيقاف هذه المخططات وفتح ملف العملية السلمية من جديد. مشددا في ذات الوقت على الوقوف جنبا الى جنب مع القياده الهاشميه الحكيمه التي لم تخذل على مر التاريخ القضيه المركزيه الاولى للعرب ولم تساوم يوما على حقوق مسيحيي الاراضي المقدسه ولا على مقدساتهم بل عملت دوما على صونها وحمايتها وترميمها اسوه بالمقدسات الاسلاميه